انطلقت اليوم في صالة مار جابرييل فعاليات مهرجان الرها الثقافي 27 لإحياء التراث السرياني المرتبط بالجزيرة السورية وبتاريخها العريق. بدأ الحفل بوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تلاها النشيد العربي السوري، وقدمت فرقة براعم الرها أغنية باللغة السريانية، تلاها تقديم لوحة موسيقية للكشافة. اليوم يوم تاريخي في حياة القامشلي وشعب القامشلي. اليوم عندنا مهرجان الأغنية السريانية 27، والمعرض البيت السرياني اللي فيه أتحفنا بهالقطع القديمة اللي كان آبائنا وأجدادنا بهالمنطقة يعملوها. والأغنية السريانية هي أغنية المنطقة، واللغة السريانية هي لغة سوريا الأم. لما نقول لغة سوريا الأم، بارك وقدس السيد المسيح. حيي كل القائمين على هذا المهرجان، انهم هن مصرين يحافظوا على الفولكلور، مصرين يحافظوا على التقاليد، على التفاصيل اللي بتعنينا كسوريين. فانا مبسوطه انه انا موجوده معهم. احتفال كثير كثير حلو كان، عاد روح اللغة السريانية لقلوبنا، شعلوا جواتنا نار الحب والتمسك باللغة السريانية. اختتمت فعاليات اليوم الأول بعرض للأدوات التراثية الخاصة بالجزيرة السورية، حيث تجول الحضور ضمن أركان المعرض ثم عبروا عن إعجابهم بهذا التراث العريق.